بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية التعرض للشمس وحروق البشرة نتيجة التعرض لضربات الشمس. علماؤنا المختصون بطب أئمة أهل البيت عليهم السلام ينصحون بثلاثة أمور. أولا، خل التفاح. وخل التفاح الطبيعي الذي عليك أن تأخذه من العطارين وتتأكد بأنه خل تفاح طبيعي. تبلل القطنة بخل التفاح الطبيعي ثم تمسح أماكن الحروق على البشرة، وسوف ترى بأن البشرة تعود للونها الطبيعي وتعود صافية بعيدة عن تعرضها لضربات الشمس. كذلك الأمر الآخر للتخلص من التهابات يعني أو ضربات الشمس على البشرة هو أن تأخذ ملعقة من العسل وتقوم بتغطية الوجه بهذه الملعقة قدر الإمكان. تمسح وجهك بهذه الملعقة إذا كانت لديك إمكانية للعسل الطبيعي، وتتركه بين 5 إلى 10 دقائق، ثم تقوم بغسله وتفعل ذلك يوميا. ملعقة واحدة من العسل، سوف ترى العجب كيف أن هذه الملعقة تلعب دورا كبيرا في إزالة حروق الشمس للبشرة وتجعلها صافية ونضرة جدا. كذلك يمكنك أن تأخذ عرق الصبار، نبأت الصبار. تأخذ عرق الصبار وتأخذ المادة الهلامية، تقوم بتقشيره، اعتذر لصوتي المتعب، تقوم بتقشيره عرق الصبار، تقوم بتقشيره وتأخذ المادة الهلامية التي تشبه الجل، ثم بعد ذلك تقوم بمسح وجهك بها. هذا يعمل على تبييض البشرة، ليس فقط على إزالة الحروق، وإنما تبييض البشرة وتوحيد لون البشرة وإزالة حروق الشمس إذا ما تستمر على ذلك يوميا. هذه علاجات طبيعية موجودة وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولي أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. على كل الأحوال، حتى هذا يعني الصبار، عرق الصبار والمادة الهلامية تبقى مثل الجل، تبقى من 5 إلى 10 دقائق، والاستمرار اليومي سوف تجعل الشمس يعني لا تؤثر على بشرتك مطلقا. ومواد طبيعية ليس بالكيميائية، بالعكس المواد الكيميائية هي أيضا عامل مساعد على حرق البشرة. وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى.